ومعي ايضا سياده سفير احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجيه المصريه. سياده سفير، يعني تحرك دبلوماسي مصري مهم، ماذا يعني الفيتو الامريكي وما هو الرد المصري على هذا الفيتو؟ طبعا هو يعني امر مؤسف ان يعجز مجلس الامن عن اعتماد هذا القرار الهام. هذا القرار بيؤكد على المرجعيات الخاصه بالقدس في قرارات مجلس الامن السابقه وفي قرارات الجمعيه العامه للامم المتحده، وبالتالي هو موقف ثابت من جانب المجتمع الدولي فيما يتعلق بوضعيه القدس. لا شك ان حصول هذا القرار على او هذا المشروع على 14 صوتا داخل مجلس الامن هو انعكاس جديد على ما على موقف المجتمع الدولي وعلى الضمير المجتمع الدولي الداعم للقضيه الفلسطينيه والمتمسك بان تكون القدس هي احد قضايا الوضع النهائي التي يجب ان يصل الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي الى تسويه بشانها، وان اي تغيير في الوضعيه القانونيه للقدس وفي الوضع الديموغرافي للقدس يعتبر مخالف لقرارات مجلس الامن ويعتبر غير قانوني ولا يترتب عليه اي اثار قانونيه. طبعا يعني الحقيقه ان كمان تشكيله او تركيبه الدول التي يعني انحازت لمشروع القرار وكانت ضد الولايات المتحده برغم مواقفها الدائمه، يعني مواقفها التاريخيه الداعمه لاسرائيل والولايات المتحده، الحقيقه مثير للاهتمام. يعني بريطانيا، فرنسا احنا يمكن موقفها عارفينه، بريطانيا، اثيوبيا، ايطاليا، السويد، احنا بنتكلم برضو انه في اهميه لهذه الدول، اهميه لان الدول دي موجوده. بس ما فيش شك انه ملاحظه حضرتك سليمه 100%، لانه نحن نتحدث عن قضيه في غايه الحساسيه، ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن للشعوب الاسلاميه والشعوب العربيه والشعوب المسيحيه. نحن هناك كما اشرت مرجعيات تمثل الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقدس، فالقرار الأمريكي كان قرارا مخالفا لتلك المرجعيات، وهو أيضا تأثيره على الأرض في غاية الخطورة، لأنه بيفقد الجانب الفلسطيني والشعب الفلسطيني الأمل في أن تكون التسوية النهائية لهذه القضية قضية تسوية عادلة وفقا لكافة مرجعيات عملية السلام، سواء الرباعية الدولية أو قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية أو حتى المبادرة العربية للسلام. ومن هنا كان من الطبيعي أن تصطف الدول جميعها وأن يصطف أعضاء مجلس الأمن جميعهم خلف هذا القرار أو خلف هذا الموقف ليعبروا عن موقف موحد في هذا الشأن، يؤكد على أن موضوع القدس هو خط أحمر لا يجب أي شكل من الأشكال أن يتم تجاوزه لما لتداعياته من آثار قد تكون خطيرة على الأرض. هل مصر ستذهب للجمعية العامة ولا ده هيكون القرار الفلسطيني؟ يعني فلسطين اللي هتطلب لقاء الجمعية العامة ولا مصر اللي هتطلب لقاء جمعية انعقاد الجمعية؟ هو أولا التحرك في مجلس الأمن كانت مصر تقوده باعتبارها الدولة العربية التي تمثل المجموعة العربية، وكانت هنا تتقدم باسم المجموعة العربية وباسم الطرف الفلسطيني. التحرك بعد ذلك إذا كان هناك تحركا في الجمعيات العامة فسوف يكون قرار عربي بناء على مطلب فلسطيني أيضا، وسوف ننتظر ما الذي ترغب فيه السلطة الفلسطينية، وستكون مصر بطبيعة الحال من ضمن الدول التي تتحرك عربيا في هذه المحل. وزير الخارجية هيلتقي ببنس غدا، بعد غد يوم الأربعاء، لقاء منفردا أم أنه سيكون ضمن لقاءات الرئيس؟ لا، السيد اللقاء السيد وزير الخارجية سوف يشارك في الاجتماع بالطبع الذي يعقده السيد الرئيس مع نائب الرئيس. أشكرك سيد سفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية.